60 مليون هذه كي والو، هذه تاع والو ماشي مبلغ حاجه شابه. شمبرا كوشي بشحال لازم؟ اونفيرو واحد 50 مليون سنتيم. بين 50 و 100 مليون سنتيم هو متوسط سعر تأثيث شقة في الجزائر بأثاث مستورد، لكن ماذا لو كان الأثاث محلي الصنع؟ Vous pouvez meubler votre appartement à la somme de 300 000 dinars. Parce qu'on a des chambres à coucher 7 millions 900 حتى 189 000. Genre, قدرة moyenne, تكون شابة. وأنا با شير 129 000 دينار. وي عندنا دي شامبر انفون من 49 ميل حتى ل 79 ميل، عندنا تاع 69 ميل، عندنا دي سالون 34 ميل دينار حتى ل كاين دي كاليتي. وي مجموعه من الاثاث اللي هي عباره على شومبرا وبيبليوتيك وصالون وصالون وليفينغ، بالتقريب يكون المبلغ 30 مليون ابيبري. جولة خفيفة اخترنا فيها من أثاث غرفة نوم بالكامل بالإضافة إلى غرفة أطفال وصالون، فكانت الفاتورة كالتالي: 300 ألف دينار جزائري هي أقل تكاليف تجهيز شقة بثلاث غرف بمنتوج محلي الصنع، لكن الجودة وجمالية الأثاث تحمل الكثيرين للتوجه نحو الأثاث المستورد.